نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اختبارات لاكتشاف ورعاية المجندين المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. شارك في الاختبارات أكثر من 750 من أفراد القوات المسلحة لانتقاء أفضل العناصر لبدء تأهيلهم وفقا لأحدث البرامج التدريبية للوقوف على آخر مستحدثات التكنولوجيا على اختلاف روافد. ويتم اختيار التخصص المناسب لكل متدرب وفقا لاختبارات القبول بالبرنامج وطبقا للمعايير في كل تخصص، علما بأن البرنامج التدريبي يتم بشكل مكثف على مدار 3 أشهر. يأتي هذا في إطار خطة مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة والتحول إلى مجتمع رقمي.